برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة صاحب الفضيلة. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وحشنا صاحب الفضيلة. يعني الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامة حضرتك برضو. حضرتك كنت في ماليزيا، وزيارة إن شاء الله كانت تكون زيارة موفقة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله. كان يعني الصور برضو اللي شفناها ما شاء الله كان في جموع وحشود من التلاميذ، يعني كان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. آخر اجتماع كان فيه حوالي 40,000 ما شاء الله، وهم 30 مليون، هم 33 مليون. يعني برضو عدد السكان معقول او محدود طبعًا. لو قارناها باندونيسيا، اندونيسيا فوق 300 مليون، وصلت يمكن ل 400، لكن ماليزيا 33 مليون. فلما عدد زي ده يحضر في فعالية او في محاضرة او في لقاء او مؤتمر او كذا، فده بيدل على مدى تعلق الشعب الماليزي وحبه للأزهر الشريف وحبه لمصر، وده ظاهر جدا في حتى كلامهم وثنايا كلامهم، انهم بيعتبروا مصر هي الشقيقة الكبرى لكل شرق آسيا. ما شاء الله. طبعا دور الأزهر وعلماء الأزهر على مر العصور دور طبعا يعني يذكر فيشكر، يذكر في العالم كله يعني، فأمد الله في أعماركم وفي علمكم. يعني ربنا ينفع إن شاء الله بهذا العلم النافع، لأنه في الحقيقة بيؤثر تأثير إيجابي وبيعطي للناس طاقة إيجابية. صحيح. وبيربط العالم ببعضه. وكمان أنا اللي لاحظته في هذه الزيارة إنهم أفاقوا تماما من دجل الجماعات الإرهابية، وأفاقوا تماما من التشويش. في تشويش اتصرف عليه مليارات، ولكن الحمد لله رب العالمين، الفطرة السليمة والقلب السليم وحب الله ورسوله فجأة ذهبت هذه المليارات هباء ولم تحقق الغرض منها، ورجع كل الأعداد الغفيرة دي، كل ماليزيا رجعت بما فيهم القيادة، بما فيهم الحكومة، بما فيهم كذا، أفاقوا على أن كذبة شديدة الحبكة تشوش على الناس أمر دينهم ودنياهم. أفاقوا من هذا المعنى، ويعني صوت خافت جداً، وبعدين يظهر كده فيجد ان كل الناس ضده فيختفي في حاله يقظه عامه، اللي كنا يعني بنسميها الخلايا النائمه. تاثير انا كما قلت كثيرا انه تاثير الجماعات الارهابيه هو واحد في الالف. مظبوط. واحد في الالف، واحد في الالف ده يعني تحله القسم بس علشان. لكن الحقيقه الحمد لله رب العالمين، مصر أثبتت نجاح كبير جدا في صد هذه الهجمات غير المبررة والمجنونة المسعورة، ولكن سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكانت زيارة موفقة، كان اتصال مبارك من أول ما نزلنا المطار واستقبالهم لينا رسمي وشعبي إلى غاية ما غادرنا المطار. الحقيقة يعني الناس دي مين اللي حركها، مين اللي جابها، مين اللي خلاها تتعلق هذا التعلق؟ طوابير من الناس شايلة أولادها علشان أدعي للأولاد، أو علشان يعني كان منظر مبهج ومفرح وإنساني طبعا. وفي نفس الوقت بيرد على هذه الجماعات التي نسيت نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني هم نفسهم مش متذكرين هم بيعملوا إيه. ولذلك الحمد لله رب العالمين، أنا فرحان جدا إن في ناس يعني تتنبه إنه
بيضحك عليها ولا مش هيضحك علينا. دي حاجة حلوة جدا وقوية جدا، وأنا شفتها بعناية وعشتها في تجربة الرحلة الأخيرة دي. الحمد لله على السلامة مولانا. والحقيقة يعني ده قيمة الأزهر الشريف وقيمة علمائه الكرام، يعني فدائم يعني دائما إن شاء الله الأزهر وعلمائه في مكانة رفيعة مش بس في مصر ولكن في العالم كله. مرة تانية الحمد لله على السلامة. والحقيقة مولانا النهاردة كنا محضرين فكرة أو موضوع حابين نسأل حضرتك عليه. اتفضل. إحنا عارفين الآية الكريمة وأحل الله البيعة وحرم الربا، صدق الله العظيم. نعم. الحقيقة بدأ ينتشر مجموعة من الآراء الأشخاص، الحقيقة أنا مش عارف خلفيتهم التعليمية الدينية إيه بالظبط أو مؤهلهم إيه في مسألة الإفتاء أو الإدلاء بالرأي في الأمور الدينية، ولكن بدأوا يتكلموا على إن يا جماعة خدوا بالكم ده في أمور كتير متشابهة ما بين البيع وما بين الربا، في مساحة وسط بعض معاملات البيع بقى فيها أشكال ربوية أو معاملات ربوية زي البيع بالقسط والبيع بالأجل وما إلى ذلك. فحابب أطرح الأمر أمام حضرتك لأن الفيديوهات دي بتلقى رواج كتير وانتشار كتير، والناس حتى اللي بتعلق بتقول إحنا تلخبطنا، إحنا مش فاهمين إيه حكاية القصة دي، إمتى البيع يكون حلال وإمتى البيع يكون في شبهة ربا؟ الحقيقة إنه حضرتك مش عارف الناس اللي بتقول الكلام ده إذا كانت مؤهلة للفتوى ولا لا. ده حقيقي. أنا بقول غير مؤهلة للفتوى. أنا راجل دارس وعالم وأستاذ في الأزهر من مدة كبيرة ما شاء الله، يعني أنا أستاذ في الأزهر دخلنا هو في 45 سنة ما شاء الله، وفي هيئة كبار العلماء، والتخصص بتاعي هو الحتة دي الاقتصاد، الاقتصاد والمحاسبة والأموال والنقود والبنوك والبيع والشراء والحاجات ده. الناس دي لا مش فاهمة مش فاهمة خالص، يعني في مش فاهم ومش فاهم خالص. الحكاية ايه؟ احنا عندنا المتبع الشائع أربع مذاهب كبيرة اللي هم الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلة، مذاهب كبيرة اللي هي عليها 90% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس دي كانت إيه؟ كانوا علماء جامد قوي. بإيه؟ بأمرين، أنهم يعرفون مصادر الشريعة القرآن والسنة، وأنهم يعرفون اللغة العربية تماما معرفة. عظيم. اتفق هؤلاء الأربعة ومعهم جماهير الأمة إن علة الربا الذهبية والفضية، إن يكون فيها الذهب وفضة في وسيط التبادل. في حاجة اسمها وسيط التبادل بين الناس. إيه هو وسيط التبادل؟ دينار 4.25 جرام بيصاغ فيه الروم، ودرهم 2.9 جرام من الفضة جاي لنا من فارس. الحاجات دي الدرهم والدينار ذهب وفضة، فربنا حرم فيهم الربا. ما ينفعش استلف منك 100 دينار واردهم لك 105 ذهب وفضة، العملة لما كان باعتبار ان اللي انا خدته منك ذهب وفضة ما ينفعش. فابو حنيفة قال العلة في كده الظاهرية مش الحقيقية، الحقيقية انه ذهب وفضة. الوزن والكيل، الحاجات اللي النبي حرم فيها الربا فيها الحتتين دول، يا وزن يا كيل. طب هو البنكنوت اللي معانا دلوقتي فيه وزن وكيل؟ لا، ما فيهش وزن وكيل. يعني ما بروحش انا ومعايا ميزان بوزن البنكنوت قصاد حاجه تانية، ما بوزن الفلوس المتينات والميات، ما بتتوزنش، هي ما بتتوزنش، هي بتتعدي، يبقى ما فيهاش ربا عند ابو حنيفه. وجي الامام الشافعي ريحنا ونص في الام ان والعله الذهبيه والفضيه، خلاص انتهى الامر، العله قاصره.
قاصره يعني على دول بس كلمه دهب. بس قاصره مقابل من الذهب والفضه. طيب يبقى اذا اصلا ما فيش ربا في الحاجات دي. يعني لما يجي يقول لي والله احنا بنتعامل مع البنكنوت ده، بنكنوت ده اصلا ما فيش ربا. طب مولانا معلش، يعني اتفضل، يعني هل يجوز ان انا اشتري منك مال بنكنوت كده المية جنيه واردها لك بالشراء بمية وخمسة مثلا؟ ان كانت فكة احنا كنا بنعمل كده طول عمرنا في القطن، كان زمان نعمل القطن كده اهو ونطلع العيال من المدارس وندي كل عيل خمسة ساغ، فالخمسة ساغ بتشح ما بقاش فيه خمسة ساغ، الجنيه فيه عشرين خمسة ساغ، فكنا نشتري الجنيه بتسعتاشر خمسة ساغ، اللي معاه خمسات يبيع تسعتاشر خمسة بجنيه يبقى كسب كام؟ خمسة ساغ. هو ده ينفع؟ كل العلماء قالوا ينفع لأنه من باب الصرف، بيبيع العملة نفسها، بيبيع العملة نفسها الجنيه تمام بتسعتاشر خمسة ساغ، لأنه الخمسة ساغ شحة في موسم العيال مفهوم. اللي بتاخد الخمسة ساغ آخر النهار بتاعت القط. الكلام ده سنة خمسين وسنة ستين وكده، يعني من ستين سبعين سنة فاتت. فإذا اللي يجي النهاردة يقول لي البيع بالتقسيط ده ربا لأي صورة فيه، يبقى مش فاهم حاجة خالص نهائي البتة، لأنه من أصله الأئمة الأربعة بيقولوا إنه لازم وسيط التبادل يبقى ذهب وفضة علشان يجري فيما يسمى بالربا المحرم شرعا، اللي هو ربنا حرمه زي الخنزير وزي الخمرة، من أكبر الكبائر طبعا. لكن ده عاملين زي ايه؟ واحد جاب خروف العيد وحطه وبعدين سموه خنزير، هل يحرم اكله؟ لا ما يحرمش، لانه مش خنزير، لانه مش خنزير ده خروف. فحضرتك كل التعاملات دي سواء التعاملات البنكيه او سواء التعاملات بتاعه التقسيط او سواء غيرها من العقود ملهاش دعوه بالربا، يدور له على حاجه تانيه يقولها لانه هو اصلا ملهاش دعوه بالربا. فحضرتك ده بالظبط زي اللي عنده هارت اتاك، يعني صدمه في قلبه ولا حاجه في قلبه، قوم راح لبتاع العيون عشان يشوف له القرنيه، هيروح بتاع العيون يعمل ايه؟ ما هو ده راح لحاجه تانيه خالص. وبتقول لي ده انا مش عارف اذا كان فاهم طب ولا مش فاهم، لا مش فاهم، ده يوديه للراجل بتاع القلب. فادي اللي احنا فيه دلوقتي. فابتداء علشان بس ما نقعدش في جدليه عجيبه غريبه، بنقول الاستاذ الفاضل اللي بيعلق من عند نفسه انه ده ربا ومش ربا، انك انت ده جايبه من مخك. ليه؟ لانه اصلا الربا متعلق بالذهبيه والفضيه. لو ربنا رجع الذهبيه والفضيه هيرجع الربا، لو ربنا خلاص فك الذهبية والفضية وبقينا في تضخم لعين دلوقتي، اللي عملوا فينا نيكسون سنة سبعين انه قطع العلاقة بين الورق وبين البنكنوت وبين الذهب والفضة من الذهب، وحذروه ساعتها قال لي ماليش دعوة تتخرب الدنيا بس اعمل اللي في مخي. المهم بلطجة كده. دلوقتي احنا بناخد نفس المآسي اللي تركها لنا نيكسون رئيس الولايات المتحدة. يعني الورق اللي في ايدينا ده مولانا ملوش اي علاقة بالرصيد الذهب، فبالتالي غير مقوم بالذهب، يعني ما فيهوش ربا بالتالي، ولذلك ليس فيه ربا باتفاق الأربعة. طب مولانا ممكن حد يقول طب الناس اللي بتتعامل بالفايز، يعني بيسلف 10,000 ياخدهم 12,000 ولو اتأخر يحسبهم 13 14، طب بالتالي كده يبقى ده كده مش حرام بقى، يبقى كده كده مش ربا بما انه ورق. لا ما هوش ربا حتى لو كان حرام، خلي بالك. ايوه ما هو خلي بالك، انت دلوقتي عايز تكفر بعتق رقبه، هتجيبها منين الرقبه دي؟ مفيش. ليه؟ ذهب محلها،
خلاص انت عايز تشتغل مستشار عند الخليفة، خليفة المسلمين اللي هو خليفة الأقطار 57 قطر، فين الخليفة اللي هتشتغل عنده مستشار؟ مفيش، ما هو مفيش أصلا. طيب واحد اتقطعت إيده يتوضى إزاي؟ مفيش. يبقى ده بيسموه الأصوليون ذهاب المحل، الإيد اتقطعت مظبوط، الرقيق انتهى خلاص ما بقاش موجود، رقبة. الخليفة راح خلاص ما بقاش موجود، تروح فين أحكامه؟ كل كتاب الرق اللي احنا كنا بندرسه ده يروح فين؟ يروح في انه إذا ذهب المحل ذهب الحكم خلاص. يبقى مش هيتوظف حتة لأنه المحل ذهب، يبقى مش هيروح يشتغل مستشار الخليفة لأن مفيش خليفة أصلا. طيب. يبقى هنا مفيش ربا أصلا. طب أمال بقى لما يعمل الحركة دي بأنه هو يقول له هات 100 وادي لك 105 وكذا إلى آخره، ده من باب الصرف، يجوز من باب الصرف. طيب رحت أنت رحت أضفت عليها حتة، جه في وقت 105 حلت في 1/6 الجاي، فقال له ما معيش 105 خلينا 110. ده اسمه الإغراق، انت بالشكل ده عايز تعمل خلية سرطانية تقعد تنفخ فيها البالونة لغاية ما تطق في وشنا جميعا لغاية ما يغرق في ديونه ما عرفش. فالنبي سمى ده الكالئ بالكالئ. يعني ايه الكالئ بالكالئ؟ انا استلفت منك 100 جنيه في 1/5 على اساس اسددهم لك 105 في 1/6، جينا في 1/6 ما معيش، انت قلت ايه؟ طب نزود 5 كمان لغايه 1/7 يبقى 110، يبقى 110. جيت 1/7 ما معيش، يبقى نزود كمان 10 زي ال10 اللي اتعملوا، يبقى 100. لا عارفين نسد ال100 ولا عارفين نسد الفوائد اللي الفوائد بتتراكم اللي عليها، الفوائد اللي قاعده تتراكم دي وتزيد. ده بيع كالئ بكالئ وهو حرام ومش ربا. بيع كالئ بكالئ، بيع بيع ما في الذمه لما في الذمه، بيع ما هو مؤجل من 1/5 ل1/6 لما هو مؤجل تاني من 1/6 ل1/7. كالئ يعني حاجه مش حاضره، حاجة بعد كده مؤجلة، مؤجلة لمؤجل. بيع المؤجل للمؤجل لما هو أشد تأجيلا. دي هتعمل حاجة عندنا اسمها الإغراق، وهذا الإغراق اسمه الكالئ بالكالئ، وده من البيوع الفاسدة وما يتسماش ربا. ما يتسماش ربا. أمال ليه بنقول إن اللي بيتعامل كده ده بيتعامل بالربا؟ ده بيسلف الناس الجنيه بياخدوا جنيه ونص. اصطلاح جاينا من زمن كان التعامل مع الناس بالذهب والفضه، ياما كان في درهم ودينار لسه قبل او كمان الورق. جنيه ذهب او الجنيه الذهب. اللي عمل لنا الجنيه الذهب هنا في مصر محمد علي. وعملوا 8 جرام وهسه، الهسه دي علامة صفر أربعة، وبنقول على الأربعة اللي هم من 100 كده زائد التمانية. التمانية ده إيه؟ ده بتاع إدوارد، الملك إدوارد بتاع إنجلترا. الجنيه الذهب هم هو 8 جرام بتاعنا إحنا بقى 8 وهسة. الهسة دي قد إيه؟ 5 تعريفة. فكان تروح السوق تشتري الأستاذ إدوارد ده اللي هو جنيه ذهب اللي اسمه جنيه ذهب لغاية النهاردة ب97.5 قرش. قال طب ونقص 5 تعريفة ازاي؟ نقص 5 تعريفة لأن وزن الجنيه المصري أكتر من وزن الجنيه الإنجليزي ب4/100 اللي هم يساووا 5 تعريفة. ادي اللي حصل، اللي طبع لينا واللي صك لينا الجنيه المصري محمد علي باشا، وبقى في جنيه مصري. الجنيه المصري ده فضل جنيه مصري لغايه ما طلع البنكنوت. لما طلع البنكنوت
طلع مكتوب عليه ايه؟ ادفعوا بموجب هذا السند 1 جنيه مصري لحامله، يبقى اذا الجنيه ده هيدفع لي بيه 8 جرام و4 من 100 اللي هو الجنيه المصري. يعني العمله ال 200 جنيه اللي في جيبي دي بدات فكرتها كانها زي شيك، زي وصل مثلا. أيوة. وصل باستلم بيه الذهب مثلا المقابل من الجنيهات الذهبيه. صح. بما يساوي الصك او الوصل اللي في ايدي. صح. فبالتالي حضرتك شايف ان الجنيه العمله او ال 200 جنيه دي بعد ما اتقطع عن الذهب، بعد ما اتقطع عن الذهب خالص اهو بقى ده من السبعينات بقى في الهوا كده زي الورق بتاع بنك الحظ كده. ايوه بس كده، بس كده، ملوش الا قوه الدوله، بلطجه الدوله زي اللي بتعمله فينا امريكا. وهكذا. بس اصبح التبادل ده ملوش دعوه بالربا، الربا دي حاجه تانية خالص. اما لو عملت بيني وبين الناس عقد فيه ظلم، فيه غش، فيه تدليس، فيه اغراق، زي المثال اللي احنا ضربناه اللي هو بيسلف الجنيه بجنيه ونص، اللي بيسلف الجنيه بجنيه ونص ده تبادل. تبادل ما فيش حاجه اللي بنسميه فايز، يعني تعامل ولا لما كان ذهب كان فايز وكان حرام وكان فايده لان وريب. ربنا حرمه. تمام. لكن لما اتقطع مع ده ما بقاش كده، بقى حاجه تانية. فحضرتك احنا دلوقتي في ورطه المصطلحات. تعرف لما طلعت الصوره الفوتوغرافيه بعضهم حرمها وفضلوا محرمينها لغايه الشيخ ابن عثيمين ما اباحها. اباحها طبعا الشيخ بخيت، اباحها قبل الشيخ ابن عثيمين ب60 سنة. لما الشيخ بخيت اباحها يعني قالوا لا، اصل المصريين متساهلين شويه. ولما الشيخ ابن عثيمين اباحها بقت مباحه، وبقى كله يلقط لك البتاع بالايه؟ بالموبايل. ويا اخويا ما بقتش الصوره يا حبيبي مباح. طبعا الشيخ بخيت اصلها وجاب الجواب الشافي في اباحه التصوير الفوتوغرافي. بعض الناس تضحك على العنوان، بس الدرجه دي كان فيه اهتمام بتفنيد المساله من ناحيه الشرعيه. قال يا اخوانا ده احتباس ظل، ده زي ما تكون واقف قدام المرايه، المرايه حبست الصوره بتاعتك بعد ما اتحركت، كاتش هيم يعني راحت قبض عليها وانت مشيت، بس ما فيش حاجه. ده مش الصوره المحرمه اللي هي التمثال المعبود اللي النبي عليه السلام حرم المصورين. تمام. اللي هم بيعملوا التماثيل عشان تتعبد. تمام. حاجه تانية خالص. عظيم. احنا ابحناها 1920، الشيخ بخيت كان مفتي، فضلت لغاية 1980 حرام وكفر وفسق و إلى آخره، وبعدين بقت حلال فجأة. فأنا عايز أقول لسيادتك إحنا بلاش نسلك هذا الطريق. الإمام الشوكاني ألف كتاب لطيف جدا في حكاية البيع بالتقسيط. بروح للراجل بقول له التلاجة دي بكام؟ قال لي ب5000. قلت له بس انا ما معيش فلوس. قال لي خلاص خدها وسدد فلوسها كمان سنه وتبقى ب6000. ده التاجر اللي بيملك التلاجه. التاجر اللي بيملك التلاجه، صح، حاضر. التاجر اللي بيملك التلاجه هو اللي عمل كده. فرحت واخدها وسجل عليا ان علي في ذمته 6000 جنيه. تمام. اللي لكن في صورة تانية، التلاجة دي بقت في بيتي ومتسجل عليها في دفتر البياع ستة آلاف. رحت أنا لواحد، رحت للسيد عمرو، اديني 5000 يا عمرو. قال لا أنا ما بديش 5000، أنا أدي لك 5 أكتبها عليك 6. قلت له طيب. خدت منه 5، كله ده في الذهب واتفضل. خدت منه 5 عطيتها للراجل وخدت التلاجة، وعمر كتب عليها 6. ايه الفرق؟ هو مفيش فرق.
هو ده اللي قالوه المشركين، قالوا إنما البيع مثل الربا. ده عنده التلاجة مكتوب عليه في دفتر 6 هو خد 5، يعني ما هي هي هي. والتاني هو عنده التلاجة مكتوب عليه في الدفتر 6 أي شبيهة هي باللي هناك. إذن إن البيع مثل الربا، قوم ربنا قطع عليهم الطريق وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى حاجة داخل النظام الذهبي الفضي المعدني هي السر في تحريم الربا، وهي أنها نقود ذاتية. نعم نعم. قيمة الجنيه الذهب المصري ده أو الإنجليزي 8 جرام ذهب. طب لو سيحناه 8 جرام ذهب. طيب وقيمة الجنيه 100 جنيه أو الجنيه الورق احرقوا هيتحرق ولا بدلوه بأي ولا حاجة، ولا في أي حاجة ذهب مع ريح. يبقى إذن في فرق ما بينهم. جعل ربنا سبحانه وتعالى عايز يثبت الأسعار من داخل النظام ابتغاء إنه يحصلش فيه انفليشن أو تضخم. لكن إحنا دلوقتي جينا خدت منك 1,000,000 في أول السنة عشان اسددهم لك اخر السنه. المليون دي كانت بتشتري فدان ارض، تمام. المليون في اخر السنه بتشتري نص بس مثلا، علشان اللي بنقول عليه الانفليشن او التضخم. بالظبط. يبقى فين الظلم بقى؟ مين اللي ظلم التاني؟ يبقى انا بعوضه نتيجه ان انا حابس فلوسه وقيمتها بتقل، قيمتها الشرائيه بتقل. فراح مؤلف الامام يعني. الشوكاني الكتاب اللطيف ده شفاء العليل. الكلام ده 1230، هو مات 1250. شفاء العليل، شوف الكلام. لزيادة الثمن لمجرد التأجيل. ده اسم كتاب، والله اسم الكتاب بتاع الشوكاني اللي هو الأستاذ. بتقول لي أنا مش عارف دول هم ينفعوا يفتوا ولا لا ما ينفعوش. لأنه لا شاف الكتاب ولا سمع عنه، ولو سمع عنه مش هيفهم معناه كويس. يبقى بيقول لي كلام تخريف. اديله بقى الناحية التانية اللي هي أصله ده البياع مالك السلعة، تمام. طب والشافعي قال المرابحة حلال. ايه المرابحة بقى؟ اللي هو انه هو ما يملكش السلعة. في شركات دلوقتي اروح لها اقول لها يديني رصيد فلوس انا ما دفعتوش، وروح اشتري اللي انت عايزه يا عم، معاك 100,000 جنيه، يبقى مرابحه. اروح اشتري الثلاجه ب 10,000 جنيه، هو بقى بيدفع للتاجر للمحل وانا بسددهم له 12,000. المرابحه للامر بالشراء اسمها كده. اسمها ايه يا مولانا؟ المرابحه للامر بالشراء. يعني سيادتك هتؤمر انك تشتري وليك رصيد عندي مثلا تشتري اللي انت عايزه، بس في سقف 100,000 جنيه مثلا. مظبوط. فروحت اشتريت ب5 وبعدين ب20 وبعدين ب3 وبعدين ب20 وبعدين ب5 كويس. كل دول لسه ما حد وانا بدفع. انت بتشتري ايه؟ اللي انت محتاجه. تمام. مره محتاج بوتاجاز، مره محتاج ثلاجه، مره محتاج سخان، مره محتاج اي حاجه. ادي الحكايه. فانت بتاخد ب5 السلعة، ب5 احسبها لك ب6. انت ما هو دي مرابحة. بس هناك بقى بيقولوا لان الشركة دي شركة التقسيط لا تملك التلاجة، ما تملكهاش، وهي دفعت لك الفلوس، فده كده ربا. ما فيهاش تملك. ما خلي بالك. احنا مش شرحنا كلام الشوكاني. تمام. في البيع بالتقسيط. صح. خلاص خلصنا. احنا بنتكلم دلوقتي في انه مش مالك السلعة. صح. حقيقي. الشافعي نص في الام على المرابحه دي كده. مرابحه. مرابحه بيشتريها لي. يبقى اذا مش بيع بالتقسيط. ده مرابح. مرابحه. شوف دي عنوانها المرابحه، اسمها حلو. ودي عنوانها البيع بالتقسيط. دي حاجه ودي حاجه. ايه الفرق بينهم؟ ملكيه السلعه. ملكيه السلعه. لو كانت بتاعه الراجل اللي في شارع عبد العزيز ملكه، تمام، يبقى تقسيط. لو كانت بتاعه الشركة الامل للتقسيط لركبه جمل مش عارف ايه، يبقى اذا دي مرابحه. ادي الحكايه بس كده. فحضرتك لا، خلي بال سيادتك، الناس دي تجرؤوا على الافتاء بالدين وهو عندهم حب للزعامه.
بس وخلاص ما فيش. فاحنا بنقول للمشاهدين كلهم اوعوا تصدقوا الكلام الهرت ده اللي هم بيهرتوه، لان هذا الكلام ليس وراءه علم، ده وراءه تصور. بارك الله. تصور من مخه مش تتبع للحقائق الواقعية، مش عارف ان ده خروف يجوز التضحية بيه. هم بيقولوا سمعنا انه خنزير يبقى حرام. لا يا اخي، ده ما هوش خنزير اصلا. لانه بيقول ماء والخنزير ما بيقولش ماء. فاحنا احترنا في الناس دي ونتعجب اكثر ممن يعني يشوش عليه من اجلهم. كل ده الحقيقة من ادبيات السوشيال ميديا التي يجب ان تستقر لها قواعد يدرك الناس بيها كيف يتعاملون مع هذه الأداة العجيبة الغريبة اللي فتنت البيوت وهدمتها. وفتنت الناس وخربت بيوتهم. يا جماعة أرجوكم لا تهرف بما لا تعرف، وربنا أمرك وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم فضيل الدكتور، متشكر جدا جدا لتوضيح حضرتك لهذا الامر، لانه في اختلاط وفي تشويش في المفاهيم عند الناس، فانا بشكر حضرتك يعني لايضاح هذه الفكره. استاذن حضرتك نخرج فاصل سريع، وبعد الفاصل عندنا مجموعه من الاسئله من المواطنين في الشارع لفضيله الدكتور علي جمعه، اسئله متنوعه في قضايا كتير. ارجو حضرتك وارجو حضراتكم خليكم معنا بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبجد ترحيبي بفضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. أهلا بسيادتك. عندنا مجموعة من الأسئلة لحضرتك من السادة المواطنين، حابب نسمع هذه الأسئلة ونرجع تاني لفضلتك عشان تتكرم بالرد. يلا. ونزل ازاي مرة واحدة ليلة القادر، وازاي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالتدريج. انا وعندي بضاعة قديمة وبعد كده زادت بسعر جديد، هل انا ابيع بالجديد او ما ابيع بالقديم؟ انا لو بعت بالجديد هل ده حرام ولا حلال؟ هم طبقوا النهاردة نظرية ان هم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة، بعد كل صلاة الجمعة لمدة 5 دقائق. في ناس من اهل السنة افتوا ان دوت بدعة وان ده ما يجوزش، صلاة على النبي ليها ادبها. وفي ناس تانية من أهل الصوف أكدوا إن ده يجوز، فإحنا عايزين نسأل سيادة المفتي هل ده يجوز ولا ما يجوز؟ المشاركة في أضحية عيد الأضحى، المشاركة بين عدد من الأشخاص الأضحية، هل هي حلال أم حرام؟ ومدى حليتها؟ كان في ناس كتير في أقاويل بتختلف، هل في يعني ما فيش عذاب قبر ومالوش والثعبان الأقرع والكلام ده، ما فيش الكلام ده، فهل ده ليه سند شرعي في القرآن عندنا أو كده؟ حرمانية الوشم بعد ما طلع إنه في أجهزة اللي هي بتقول إنه فوق الجلد الطبقة التانية والكلام ده، هل الأجهزة دي مسموح إن أنا أعملها مثلاً ولا برضو حرام تختلط مع الدم أو لا؟ هو ينفع يعني أسلم على الرجالة في يعني في الإسلام عامة يعني يجوز أو لا يجوز؟ عايز أعرف الصداقة بين الولد والبنت بس في إطارات محدودة، بتبقى صح ولا غلط؟ طيب دي كانت أسئلة السادة المشاهدين. أول سؤال بيقول هو القرآن نزل كله جملة واحدة أو مرة واحدة، ثم ليه بعد كده نزل ولا نزل بعد كده متفرق على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا في حياتنا الدنيا نزل متفرق. وحكاية أنه نزل مرة واحدة من الكتاب المكنون، هذا مش شأننا، هذا في عالم آخر اسمه عالم الملكوت فيه الملائكة، لكن هو نزل متفرق. وهدف هذا التفرق هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام لما كانت تنزل له الآيات بيحصل ليه حاجتين. نمرة واحد، إنه بيجد حاجة جديدة عنده من وحي ثبت في فؤاده ولا ينساه، سبحان الله، من غير عناء للحفظ، يعني مش بيكرر الآيات زي ما احنا بنعمل كده علشان نحفظ القرآن ده، هو شايف انه
القرآن أصبح في صدره، فبيزداد يقينا أنه هو على الحق وأنه مؤيد من عند الله وأنه يعني بيكرم من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الوحي في هذا الاتصال الراقي جدا فيه نوع من أنواع الأنس اللذيذ اللي بيثبت فؤاده واللي بيقوي إيمانه. فبدل ما يقوي إيمانه مرة واحدة كده هو خلاص، لا ده قواها 6236 مرة. في كل مرة يترقى النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه ويثبت فؤاده. طيب النزل لما نزل مرة واحدة ده كان ليلة القدر من لا، بداية الوحي لما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه ليلة القدر. ليلة القدر نعم. متى ليلة القدر؟ هي في رمضان قطعا. ولأنه قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهناك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى ليلة القدر موجودة في رمضان قطعا. فأنهي رمضان؟ قال في العشر الأواخر من رمضان. فأنهي العشر الأواخر من رمضان؟ قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فأنهي العشر في الوتر؟ الوتر دي ايه؟ 21 و23 و25 و27 و29 خمسة. فقال في الثلاثة دول اللي هو سبعة اللي هم 25 و27 و29 قال لثلاث بقينا من رمضان، يبقى إذن أصبحنا بنشتغل على ثلاث ليالي، يا 27 يا 25 يا 29. نعم. بارك الله فيكم مولانا. حد تاجر بيقول لفضلتك كان عنده بضاعة بسعر قديم وطبعا الأسعار اختلفت، فهو عايز يبيع بالسعر الجديد، فبيقول ده حلال؟ حلال حلال ان هو يبيع بالسعر الجديد. ليه؟ تجاريا مش هينفع يبيع بالسعر القديم. ليه؟ لان هو الراجل ده مش بيصفي المحل، ده بياخد الفلوس دي وبيشتري بيها بضاعة جديدة. فلما البضاعة دي كانت بعشرة بقت في السوق دلوقتي بعشرين، لازم يبيع بعشرين علشان ياخد العشرين ويروح يشتري بيها بالسعر الجديد، بالسعر الجديد 18 ويكسب هو الاثنين. لو باع بعشرة هيروح يشتري ب18 ما يعرفش يتخرب بيته، التجارب بوز كده خلاص. فإذا البيع بسعر السوق هو المنجاه لعدم انهيار وإفلاس التجار. نعم. فما فيش حرمة في هذا، لأن قيمة الشيء اللي معاه ده ما هوش بيصفيه، ما هوش بيبيعه وياخد الفلوس ويحطها في الخزنة، هو مش بيعمل كده التاجر، دايرة في السوق. ده بيقلب المال. صح. ولذلك نعم يبيع بسعر السوق علشان هيشتري. نعم. ويدور المال بسعر السوق. نعم. بارك الله فيكم. سؤال تاني بيقول عن حملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم لمدة 5 دقائق اللي كانت امبارح في مساجد مصر، فبيقول بعض أهل السنة بيقول كده بعض أهل الناس من أهل السنة قالوا ده بدعة، وبعض من أهل التصوف قالوا يجوز. هو بقى بيسأل فضلتك تحديدا ده يجوز ولا لا يجوز في جماعة؟ أنا حزين ومتأسف أن يحدث هذا الاعتراض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا لإيه؟ واحد بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينفذ كلام ربنا صلوا عليه وسلموا تسليما، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أتدرون من البخيل؟ قالوا البخيل الذي يبخل بالدرهم والدينار يا رسول الله. قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هي دي عايزة مناقشة ولا أصل دول قالوا ودول قالوا؟ أحزين جدا. إزاي ده المقام الأجل صلى الله عليه وآله وسلم يستحق مننا أن نلهج بالصلاة في كل وقت وحين. وأنا بتعجب من أولئك الذين يدعون أنهم يتبعون السلف الصالح ويجوا في الحتة دي يعملوا كده. عيب ده، حتى عيب.
كل وقت وحين يذكر فيه النبي ويذكر الصلاة عليه في كل وقت وحين، وإحنا في الخطبة وإحنا بعد الخطبة وإحنا قبل الخطبة، فكنا أن إحنا نتحلق خمس دقائق كده للصلاة على النبي. طيب الشيخ الشوني عمل المجالس دي في القرن التاسع الهجري، قال فأنار الأزهر بها. والأزهر ده بقى منور ليه كده؟ من صلوات الشيخ الشوني عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ الشوني هذا كثير يصلي على النبي 100,000 مرة في اليوم ما شاء الله، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قال يا رسول الله أيصلي عليك أحد أكثر من صلاتي؟ يعني إيه؟ زي ما تقول شاف نفسه شوية كده، أقول إنه هو 100,000 صلاة على النبي. 100,000 صلاة. فقال نعم. قال من؟ قال الشيخ الدردير. الشيخ الدردير فإنه يصلي علي صلاة الواحدة 10,000. الواحدة بعشرة بعشرة آلاف في الميزان، فهو بيصلي 10 مرات بس بمئة ألف. فقالها له علمها له، وبتسمى بالصلاة الكمالية، وأنا مش هقولها دلوقتي تشوقا إنهم يسألوا عنها فنقولها لهم المرة الجاية. ده حضرتك شوقتني أنا شخصيا، حضرتك شوقتني أنا شخصيا أسمعها. هي صلاة بسيطة حلوة منسوبة لسيدنا الدردير. الله. يعني شوف الشيخ الدردير ده حجة المالكية، أنا ما أعرفش بيجيبوا علمهم ده منين. الشيخ الشوني ده شرح عليه شهاب البلقيني صلواته على النبي عليه السلام في الأزهر الشريف. اللي يا أخوانا مش كده عيب. الشيخ النبهاني يوسف النبهاني هو سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، الكون الظاهر المشاهد والكون الغائب اللي هو الملك والملكوت. هم فاكرين النبي ده ايه؟ ده النبي ده عظيم الشان، ده النبي عليه السلام حبيب رب العالمين، ده خاتم المرسلين. يعني السؤال عيب والتردد عيب، والفريق اللي من هنا والفريق اللي من هنا انقسامهم عيب. والكلام ده هو قول واحد أن هذا من بركة الأنام، فلنلتمس تلك البركة. ده بس ده عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال بيقول المشاركة في ذبح الأضحية هل هو الصحيح في ذلك، وهل حلال أم حرام؟ يعني كم واحد يشتركوا؟ وطبعا ده معروف يعني الناس اللي لا كان. هو بيسأل على حاجة تانية لأنه في يعني إجازة حصلت من أحد العلماء فهو بيسأل على الإيه. هو إحنا عندنا النص بيقول إن البقرة أو البدنة أو الجاموسة أو اللي هي الحيوان الكبير على 7، مظبوط، يبقى دي 7 أسهم، ده ما فيهاش إشكال. يبقى إذن المشاركة بالسبع في بقرة أو في كذا ده ما فيهش إشكال، ما فيهش إشكال. لما بنيجي نوزن البقرة بيطلع السبع ده 27 كيلو مثلا، وما هو ياخد التلت 9 كيلو. بناء على ايه؟ بناء على انه قد مالك هذه الأضحية. احنا 7 اهو، مظبوط، يبقى البقرة دي بتاعتنا حقيقي. وانا ليا فيها السبع وزنه كام يا اولاد؟ 27. يبقى انا ليا كم من 27؟ 9. فلما بنروح للجمعيات الخيريه والمؤسسات الخيريه العامله في هذا المجال بنقول لهم خدوا صك، اهو الصك اللي هو ايه؟ سبع بقر، لو سمحتوا ادوني بقى التلت للفقراء والتلت للمساكين والتلت ليا. يقولوا لي طب انا عايز اكل من الاضحيه اللي انا عملتها. يقولوا لي حاضر، تيجي بعد 3 أيام هنحطها في التلج وكده علشان ما تبص وتيجي تستلمها او نوديها لك دليفري للبيت.
فبدفع الصك وباخد ايه؟ تلت. التلت بناء على ايه؟ باخد التلت على الملكية. طيب السنة دي الحكاية ايه؟ يعني ارتفعت قوي. الصك ابو الف والفين وتلاتة بقى بتمانية ونص. واني مش طايق التمانية ونص علشان اشترك بسهم. فهل يجوز ان انا اجمع من اصحابي احنا تمانية او تسعة نجمع التمن تلاف ونص ونشترك في السهم؟ في السهم اللي هو واحد من سبعة، اللي هو واحد من سبعة، هم عايزين هم مثلا تلاتة اربعة يقسموا في سهم. مثلا بس هي كده ما بقتش، لو هم تلاتة وفي سبعة يبقى كده عشرة اتقسمت على عشرة او على واحد وعشرين. تلاتة في سبعة بواحد وعشرين مثلا. يعني لو كله سبعة تسعة في سبعة، لو قلنا تسعة تلاف مثلا السهم الصك دلوقتي بقى بتمن تلاف ونص، يعني بتسعة تلاف. فأنا هجمع تسعة تلاف جنيه من تسعة أفراد ونبقى كلنا على سهم واحد. فهو بيسأل على كده. مش إنني شريك في الدبيحة. مظبوط. ده أنا بقيت شريك في السهم. طب هل ده يجوز يا مولانا؟ ما فيهش ملك. ما احنا بنقول إيه بقى؟ في حين إذن ممكن تجيب لي الفلوس للمؤسسة، تسعة تلاف هي يا عم تمن الصك، بس ما فيش حد فيكم ملك. انما له الثواب. شوف الحته هنا بقى، يبقى اذا على سبعه بس يبقى ملك وثواب، اشتراكنا في الصك يبقى ثواب بس. فيبقى المؤسسه قلت لها انا ليه عندك كيلو ده احنا تسعه، اديني تسعه عشان نوزع على بعض. ومن المؤسسه تقول لي لا مش هديك لانك انت مالكش الملك، ده انا اللي مالك لهذه الاضحيه. انت ليك الثواب. يبقى اذا هناك فرق بين الملكيه وبين الثواب. الثواب يعني ايه؟ يعني ربنا يديني اجر يوم القيامه. الملك يعني ايه؟ يعني انا مش من حقي ان انا اخذ منها شيء. طيب معلش يا مولانا اتفضل. معلش انا قررت انا وسبع اصحابي كل هنشترك في العجل. لا خلاص دي ما فيهاش اشكال. طيب انا مع حضرتك. جه واحد قال لنا، واحد من السبعه قال والله ده انا معايا اتنين هيدخلوا معايا في السهم بتاعي. خلاص يا مثلا هنجيب العجل بسبعين الف أي. فكل واحد فينا يدفع 10000، فهو ال10000 بتوعي دول انا في معايا اتنين مقسمين، كل واحد هيدفع فينا 3300، يبقى خرج من الملكيه. طيب احنا هو هل هو كده افسد علينا الاضحيه؟ يعني بدل ما كنا ما افسدش سبعه عليكم بقينا تسعه. صحيح. ولذلك هو والاثنين اللي معاه خرجوا بره الملكيه. خرجوا بره يعني ايه الملكيه؟ ما هياخدوا نصيب، هياخدوا السبع. ما ياخدوش. ما ياخدوش ازاي السبع؟ ده هم دافعين فلوسه. الفلوس دي بقت ملك المؤسسه التي ذبحت. احنا بنتكلم، احنا هنجيب العجل، احنا اللي هنجيبه نذبحه. ايوه. هل هنا كده هياخدوا السبع؟ الثلاثه ياخدوا السبع بتاعهم؟ لا مش هياخدوا السبع. ده دافعين 30، دافعين 10000 جنيه. دفعوا للثواب ولم يدفعوا للأخذ، دفعوا للثواب وليس للملك. انتوا لما دفعتوا صك لكل واحد امتلكتوا فأثبتم. هم داخلين على الثواب على طول مباشرة من غير ملك. على الثواب. على الثواب. وصاحب هذا الصك المؤسسة التي ستوزعه كله على الفقراء. معلش يا مولانا يعني ايوه قول. انا معاك للصبح. انا وزمايلي في الاستوديو مثلا احنا قلنا ان احنا سبعه هنعمل ده، هنجيب احنا العجل من البلد وهنذبحه ونظبط وكده تمام. جه واحد مننا من السبعه قال ده انا معايا اتنين وهندخل، هيدخلوا معايا في السهم. نقول له حاضر مفيش مانع، وانت مالكش حاجه في الصبح. ما ياخدش لحمه. دفعوا 10000 جنيه. ايوه دفعوا 10000 جنيه ولا مليم. خلاص ده خلاص ما ياخدش منها، ما ياخدش الا الثواب. والنصيب بتاعهم الصبع ده يتوزع كله. كله صحيح. على الفقراء بقى. على الفقراء. ما ياخدوش لبيوتهم. ولا ياخد حته لحمه قد كده. ويتحسب لهم الثلاثه ان هم ضحوا؟ ايوه. يتحسب لهم ان هم ضحوا؟ ايوه. واحنا وبلال ضحى بديك. بديك ايوه. فهو يتحسب لهم انهم ضحوا، ياخدوا الثواب بس ما ياخدوش الملكيه. بس ما ياخدوش الملكيه التي تقتضي
التلت ولا مش التلت ولا كذا. ملوش ملكيه. ملوش ملكيه. ملوش ملكيه. الثواب غير الملكيه. ده عظيم. طب هنا هل يفسد، هل يفسد من ثواب او من اضحيه السته التانيين شيء؟ لان هنا ولا الهوى ولا يفسد ثواب اذا كان هو خد ثواب والتانيين خدوا ثواب. ثواب اضحيه وملكيه. اه يا سلام، ده 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 المعنى ده جديد اعتقد بالنسبه له على ناس كتير. ليكن. ما هو برضه الصك جديد، فكره جديده. ان احنا نعمل حاجه اسمها صك، وان احنا نعمل له رقم وكذا الى اخره، ما كله ده جديد. نعم. فلا الـ 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 المتأمل في الفقه الإسلامي يرى أنهم سبعة بس، لأن في نص. صح. طب افرض احنا عايزين نشترك في الواحد من السبعة، اشتركوا. طب وبعدين نعمل ايه؟ خلاص سقطت ملكيتكم، ملكوش ملكية في اللحمة. لكن الأجر وصل طبعا، الثواب وصل. لا يضيع الله أجر من أحسن عمل. هتبقى صدقة ولا أضحية؟ لا أضحية إن شاء الله، إن شاء الله ان شاء الله. ربنا كريم. يا رب يا رب يا رب. بارك الله فيكم. طيب يعني اخت فاضله وبنوته كده جميله بتقول ان الاقاويل كتير قوي يا مولانا عن عذاب القبر وثعبان الاقرع وضمه القبر، هل في سند لده؟ لا، ثعبان اقرع ما فيش. لكن هو اللي حاصل ان الزمن عند الله سبحانه وتعالى مختلف. كل 100 سنة من عندنا 3 دقائق عند ربنا، وتحسبها من تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني الساعة عند ربنا ب2000 سنة، يعني الدقيقة ب34. فكون إنه سيدنا المسيح رفع من 2000 سنة، يعني من ساعة فوق، هي ساعة بس اللي مشت، ساعة زي الساعة بتاعتنا. بالنسبة له ساعة عند المولى عز وجل يعني. فمثلا ابويا ميت اديله 30 سنة، ماشي، يبقى لسه ما كملش دقيقة. فاذا فهنا حكاية عذاب القبر، يعني الروح متضايقة، يعني مش عذاب، يعني ايه مسكينه بالكرابيج وبيضربوهم وشجاع اقرع ومش شجاع اقرع، لا، واحد متضايق. ف لو قعد ساعة متضايق أو ساعتين ومتوجس كده، مالها الدنيا كده ضلمة، مالها الدنيا. لكن عذاب القبر موجود. عذاب القبر موجود، بس مش اللي في خيال الناس. حفرة من حفر النار مثلا يعني. لا، الدنيا الريحة وحشة، الدنيا ضلمة، زي مثلا الواحد بيبقى بيحلم وفي خناقه في الحلم، كابوس، وضرب علقه يحس ان هو جسمه وجعه في الحلم. كابوس. فزي الكابوس كده. فاذا كان الكابوس بيحصل بننكر ليه عذاب القبر؟ وبعدين اللي مش عايز عذاب القبر ما يعملش مثلاً الموجبات بتاعته مثلا يعمل الخير ويساعد الناس ويعمر الارض ويزكي النفس. وعذاب القبر ده ايه؟ ما هو تهديد علشان الإنسان يخاف زي ما بيرجو. مظبوط. يرجو ويخاف برضو علشان ما يتماداش في شهواته وطغيانه وظلمه واغتصابه للأراضي ومنعه للميراث للأبناء والكذب وشهادة الزور وأن يهرف بما لا يعرف، وقاعد كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما هو مفيش حد راضي يرتدع. وكمان هنقول ما فيش عذاب قبر ليه؟ ما فيش عذاب قبر ليه يعني؟ طب اذا كان في جهنم، فاللي هي اشد وانكى، ده عذاب القبر ده لو حصل يعني 2000 سنة، يعني بقيمة ساعة. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. فادي الحكاية. في عذاب قبر، وعذاب القبر ليس هو الخيال اللي عند الناس. ما فيش الشجاع الاقرع ده خالص، ده كلام باطل. وعقيدة أهل السنة والجماعة والقرآن والسنة فيها كده. إيه تعرضون عليها؟ تعرضون عليها يعني تشوف إنه يا باي إيه ده عذاب، يعني يبقى الواحد متضايق، يعني يبقى الواحد في ظلمة، في مثلا ضيق، في سبحان الله يعني مش مبسوط. والتانية إنه هو
يعني باب من أبواب الجنة أو كذا. نعم نعم يعني الدنيا مزهزهة معاه ومنورة وحلوة كويسة وشامم ريحة عطور كده وهكذا. فده تمثيل يقرب للناس الأذهان، لكن عذاب القبر ما هوش يعني حاجة درامية كده يعني، لا ده معمول لمن قدم المعصية ثم لم يتوب عليه. لم يتوب. بارك الله فيكم مولانا. الوشم، حرمانية الوشم باستخدام الأجهزة الحديثة اللي بيستخدم الطبقة الثانية فقط من الجلد، ما بيغرس قوي يعني وما بيختلطش بالدم. أدام ما فيش دم يبقى كويس لأنه هيزول. ده هيبقى عامل زي الحنة وعامل زي نقش الحنة بتاعه الكلام ده. ما هو التاتو هو الوشم، لكن الوشم ده له أنواع. فأدام ما فيش دم يبقى خلاص حلال، لأن احنا خايفين من نجاسة الدم. في دم يبقى نجس ويبقى حرام. بارك الله فيكم. بنوتة بتقول هل ينفع أسلم بالإيد على الرجالة، هل ده يجوز؟ بعضهم أجازوا، بعضهم أجاز هذا أنه سلام الرجل على المرأة أنه يبقى حلال، لأنه كانوا أوردوا أنه سيدنا عمر سلم في خلافته على امرأة، وأنه كان سيدنا الأحناف يريد أن سيدنا ابن الزبير كان عندما كبر في السن كانت امرأة تغمز رجله يعني مساج بتعالج رجله يعني وهكذا. وفي أدلة كثيرة في هذا المجال. لما يبقى في خلاف بين الفقهاء على حاجة يبقى يجوز اتباع من أجاز. سؤال أخير، الأستاذة الكريمة اللي بتسأل هل الصداقة بين الولد والبنت في إطار الحدود، يعني هل ده حلال ولا حرام؟ بس صداقة، احنا أصدقاء. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقصد الدين العفاف. وقصد الدين عدم تعرض الإنسان لمواقف تدخله في حد الاكتئاب وتدخله في حد الشبهة وتدخله في هكذا، فده حسب العرف اللي جاري. لكن التمادي في هذا بالتجربة تبين معه أن فيه خطر، خطر على البنت وخطر على الولد، ولا يستطيع كل منهما. فالعفاف هو أحسن حاجة. صحيح. إن إحنا بنطلب العفاف، إنه تكون العلاقة علاقة العفاف وليست علاقة الشهوة والرغبة قلة الحياة وقلة الأدب وهكذا. فدي يعني الحقيقة من الأسئلة اللي يجب أنه البنت بتربيتها هي اللي تضع هذه القواعد بحيث أن تكون في ظل الشريعة الغراء. لكن الكلام المطلق ده، الصداقة بين الولد والبنت، يعني إيه الصداقة بين الولد والبنت؟ يعني الى اي انها بتفضفض له يعني على مشكلات، بيتكلموا في التليفونات بالليل، يخرجوا يسهروا مثلا، يفضفضوا في مشاكل خاصه يعني. حتى اللي حضرتك قلته ده ما احناش عارفين له بدايه من النهايه بالظبط، مش عارفين ايه اللي بيتقال جواه لكن ايه، فاتقوا الله ولو بشطر تمره. يعني في اعمال بسيطه نتقي فيها ربنا سبحانه وتعالى، ومنها قضيه العفاف دي. كلما كان الإنسان أقرب إلى العفاف كلما كان أقرب إلى الله. نعم. فالدكتور سؤال أخير بقى لي أنا، وكنت مأجله للآخر بعد أسئلة الناس الأفاضل اللي بنسجل معاهم، ينفع أطلع أحج بالتقسيط من خلال قرض؟ ينفع لأنه هو أصله خلي بالك السوق فيه سلعة وفيه خدمة وكلاهما واحد، أحكامهم واحدة. فالأصل الحج ده في ايه؟ انه هيشتري لك تذكرة، انه هيحجز لك في الفنادق المطوف، ما هي حاجة يعني. التذكرة دي ما هي خدمة صح، لا يعني مش سلعة. ما انتش هتاخد بعد وانت راجع من الحج يبقى معاك قماشة، معاك حاجة ملموسة. تمام. فالسلع زي الخدمات، فالسلع والخدمات ما دامنا اجازنا التقسيط في السلع فاجازناها في الخدمات. فيجوز انه الحاجات دي كلها.
يجوز سداد فاتورة التليفون بالقسط. يعني افرض جات لي فاتورة التليفون تلوح شوية الشهر ده 5000 جنيه، فقلت للشركة دي ادفعيلي 5000 عشان ما يقطعوش عني الخط، وانا هسددها لك 2000 جنيه كل شهر تمام على 3 شهور تمام. فقالت لي حاضر ماشي يجوز. الحج تطلعني الحج وكل حاجة. الحج السنة دي بتكلف فوق الـ200 ألف جنيه 200 ألف مثلا يعني، فهيدفع لي الـ220 هيدفع لي هو ولا هيديني الفلوس ليكويد ماني كاش وانا اروح ادفعها؟ هي فخد الفلوس اهي وهسجل عليك انك انت تسددها لي 250. الحج السنة دي في الجمعيات 225 مظبوط، هاخد 225 والسداد على سنة 240 مثلا. ال 240 دول على ال 12 ب 20,000 جنيه، فهدي له 20,000 جنيه كل شهر وهكذا. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لكم صاحب الفضيلة، ونشوف حضرتك دايما بأتم صحة وعافية والحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتصبحوا على خير.